الرقم اللي جاي لاحمد يعني مش هقدر طبعًا اقول طبعا الرقم التالي يا جماعه استاذ حسن الزوام رئيس التحرير الاهلاوي العميل هو اللي حاططه لي عشان يستفزني. ماشي يا ابو علي. 107 سنه هابي نيو يعني هابي بيرث داي للزمالك. اقول ايه بقى؟ اقول ايه واعيد ايه؟ كفايه ماتش الاهلي جاي يوم الاثنين يا رب خدني يوم الاثنين ورجعني يوم الثلاث يعني بجد والله الواحد بقى بينا اهم الماتشات يعني كفانا احباطا بجد. احنا كزملكاويه بنعاني عايزين نعمل وقفه اعتصام اخد الزملكاويه اللي في مصر كلهم واروح نعمل وقفه في اي حته بجد تعبنا تعبنا في ايه؟ ما الانديه كلها ماشيه عادي الدنيا احنا ليه انا ساعات بحس ان احنا على باطل والاهلاويه على حق يعني هو انا بس عن ربنا بينتقم في انتقام انتوا ليه مانعين الفرحه تدخل الزمالك؟ معرفش يعني في ايه؟ اي يعني فرحة. انا كنت مش اي يعني مكسب انا حتى الفريق انا مش عايز افتي في الكوره بس انا بفهم يعني زي اي مصري بنفتي انا فريق كان عندي كهربا ومصطفى فتحي وشيكابالا وايمن حفني وباسم مرسي خماسي دولي قدام النهارده انت جايب لي ناس ما بعرفش اقرا اسمها بالكامل مع كامل الاحترام ليهم لعيبه محليين وبعدين وكل سنه نشتري 15 20 لعيب ونرجع نقول قادم واوفياء والله تعبنا يا رب والله تعبت اقول لعيالي ايه انا بقول لهم خليكم اهلاويه مش عايزين قال غوا فقر يعني يا رب ده انفعل بجد يا جماعه ده الموضوع طلع فعلا مؤسف حسبي الله ونعم الوكيل احساس لطيف ان انا بتفرج كده